بسم الله الرحمن الرحيم. زيت صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي يعني الواحد بيبقى في منتهى السعادة ويبقى يعني بينتظر اللقاء دوت بشغف شديد جدا وبلهفة لا تخطر على قلب بشر، ان احنا نلتقي كل يوم ثلاث علشان ندخل بيت حبيبنا واستاذنا واستاذ البشرية كلها صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، تخيل حضرتك إن إحنا داخلين دلوقتي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة كالعادة تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع واحد من الصحابة وبيعلمه درس كبير جدا عشان يقيم وينشئ أسرة مسلمة وبيت مسلم. فبيقول له صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه عايز يقول له عايز تتجوز، ففي الغالب اللي عايز يتجوز بيطلب حاجة من الأربعة اللي جايين دولت، وأنا بأشور عليك بأن أنت تختار أهم حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعدناكم إن احنا نلتقي من الليلة إن شاء الله مع حوار مع عاقد، لكن عايز قبل ما نبدأ اللقاء أنوه لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي عن المواعيد الجديدة للبرنامج. ربنا يجمعنا دايما على الخير. طبعا معاد البرنامج بدل ما كان ساعة أصبح ساعة ونص، ربنا يبارك فيكم، وربنا ما يجعلناش ضيوف يعني ثقلاء عليكم، ربنا يجعلني ضيف خفيف إن شاء الله على بيت كل مسلم. وبتمنى أن ربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، معاد البرنامج إن شاء الله من النهاردة وكل يوم ثلاثة إن شاء الله ساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة، والإعادة هتكون بكرة يوم الأربعاء ساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، 4 عصرا بتوقيت السعودية مكة. يعني الإعادة الثانية هتبقى اليوم الأربع اللي هو ليلة الخميس الساعة 1:30 صباحا، وهتبقى برضو بتوقيت مكة الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الأخيرة هتبقى يوم الخميس الساعة 12 ظهرا بتوقيت مصر، 1 ظهرا بتوقيت مكة. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، وإن شاء الله أخونا الأستاذ شريف أحمد سمير إن شاء الله يعرض لكم الآن إن شاء الله برضو في أثناء البرنامج مواعيد الإعادة. تعالوا نبدأ وتعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. عايز أقول حاجة لأخويا وحبيبي والأخت الفاضلة، عايزين نبدأ بقى الحديث عن حوار مع عاقد. ربنا يا رب يجوز كل الشباب وبنات المسلمين، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يرزقهم العفاف، وربنا يرزقهم أيضا بالذرية الصالحة اللي تعمر الكون كله بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول قبل ما نبدأ نخش في موضوع الزواج بقى ونخش في الجد ونتكلم في العقد بقى والزواج، عايز أقول يا جماعة اللي رايح بيشتري عربية لازم قبل ما يشتري العربية بيقول له لو سمحت وريني الكتالوج عشان أشوف مميزات العربية وعيوبها وأعرف بقى التفاصيل بتاعة العربية، ويا ترى سعة المحرك تناسبني ولا لأ، والمتانة بتاعة العربية وقوة الدفع بتاعتها أمامي ولا خلفي ولا 4x4 ولا المسألة ماشية إزاي. كذلك لو راح يشتري أي جهاز كهرباء أول حاجة بيبص عليها الكتالوج،
فاحنا عايزين نبص على كتالوج الزواج، عايزين نقول انت بتفكر تنشئ بيت مسلم، صح؟ طبعا صح، ولازم تكون دي هي النية رقم واحد، ان انا مش بتجوز فقط عشان ان انا اشبع شهوة ورغبة فقط، لا، ده الهدف الاساسي ان انا بنشئ بيت مسلم، بعف اخت مسلمة، عايز ان ربنا يكرمني بذرية صالحة تعمر الكون كله بطاعة ربنا وبهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده بنقول طيب لو حبينا نشوف نموذج مثال حي يكون في حياتنا نقدر نقتدي ونتأسى به، فلابد ان يكون في قدامنا بيت لازم نقلده، هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عنوان الحلقة دي ان شاء الله تمهيد لحوار معاقد هيكون بعنوان اسعد بيت في العالم. مين هو اسعد بيت في العالم؟ معروف، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى يا جماعة ايه مواصفات البيت ده؟ تعال نفتح الكتالوج وتعالوا نشوف مع بعض ايه مواصفات بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علشان نقلد النبي ونعيش اسعد حياة واجمل حياة في بيت يكون مشابه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مواصفات البيت ده، مكوناته، مواصفاته، ايه الحاجات اللي موجودة فيه، علشان نعيش زي ما النبي عاش، وعلشان نعرف يقينا ان فعلا مفيش طريق للجنة الا خلف النبي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. مواصفات البيت، تعالوا نشوف البناء. بيت في غاية البساطة اللي في الكون ده كله، كل البيت معمول من الخشب وجريد النخل ومن الطمي، بيت بسيط جدا جدا، لو حاجة يعني عدت من جنبه مش هقولك بيهتز. ولذلك أمنا عائشة في يوم من الأيام لما كانت التجارة بتاعت عبد الرحمن بن عوف جاية والجمال معدية من قدام غرفة أمنا عائشة، الغرفة تهزت فيظنت ان في زلزال يعني حصل في المدينة، فقالت ما هذا؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بمالي، رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد في الموضوع بيت بسيط جدا من الخشب وجريد النخل ومن الطمي. طيب والأثاث شكله إيه يا ترى؟ يعني الأساس جاي من إيطاليا ولا من إنجلترا ولا منين بالظبط؟ أساس بسيط جدا يا جماعة، فراش بسيط جدا، طبقة واحدة. النهاردة بيبقى يعني انتوا شايفين طبعا الوضع عامل إزاي، ربنا يا رب يوسع على جميع المسلمين. أحيانا بيكون الفراش دوت من الحصير، ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الايام كان هو وبعض الصحابه داخلين على حبيبك يا بختهم، داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم نائما على فراش على حصير، خد بالك، والحصير قد اثر في جنب النبي، فيعني حزن عبد الله بن مسعود وقال يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بيقول له الدنيا بالنسبة لنا هو عبارة عن شوية الظل اللي احنا وقفنا تحتهم دولت وبعدين هنمشي ونسيبها. سبحان الله، ده حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حاجة تانية، ان احيانا بيكون الفراش عبارة عن يعني ايه، يعني مش حصيره بس، لا ده يدوب يعني طبقة واحدة فقط من الفراش، بسيط جدا، والمخدة من جلد محشي ليف، من قدم محشي ليف، والموجود في البيت يدوب ابريق وصحفة وحاجات بسيطة جدا جدا. ورغم ذلك صاحب هذا البيت هو اسعد رجل في العالم، وهو الذي صدر السعادة للكون ده كله وعلم السعادة للكون ده كله. يعني لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. طب يا ترى كان الطعام اللي كان موجود في البيت دوت كان ايه؟ يعني يدوب يعني كان الاكل مشويات ولا مقليات ولا الدنيا كانت عاملة ازاي؟ ابدا، الاكل ابسط مما تتخيل. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير 3 أيام ورا بعض. وخبز الشعير ده يقينا ما نقدرش ناكله دلوقتي، لو اكلناه دلوقتي يعني يقطع في حلقنا، يعني خبز الشعير خشن جدا جدا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين، ولا يوقد في ابيات رسول الله نار صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الله،
حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يشبع من رضيء التمر، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت مش هو أكل اليوم كله، لا ده يدوب وجبة فقط ومش عايز حاجة بعدها. كأن النبي عايز يقول كل ما احتاج آكل لازم أرفع إيدي لحبيبي اللي خلقني سبحانه وتعالى، أقول له يا رب ارزقني يا رب العالمين، اكرمني وأنعم علي يا أرحم الراحمين. عايز أكون دايما محتاج لربنا، دايما مكسور بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكسرة الإنسان بين يدي الله عز للإنسان في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من الشعير. هو ده كان أكل النبي، كان أكل بسيط جدا جدا، وكان النبي لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل كان لا يشبع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أمال يا ترى، أكيد حضراتكم تسألوا أمال فين أسباب السعادة بقى والجميلة اللي الناس عايشينها؟ فين التلاجة وفين الديب فريزر وفين المكيف وفين وفين وفين؟ مش هي دي أسباب السعادة أخويا وحبيبي. عايز أقول لك حاجة مهمة قوي قوي، الفلوس ممكن توفر لك الأكل لكن مش هتوفر لك الصحة، صح كده؟ لأن في ناس كتيرة قدامها الأكل لكن ما تقدرش تاكل، وفي ناس كتيرة جدا قدامها الأكل لكن ملهاش نفس تاكل، وفي ناس كتيرة جدا جدا عندها الأكل لكن مش يعني ممنوعة من كل الأكل. كان مرة واحد غني في يوم من الأيام جه لقى واحد فقير يعني ما بيشكرش ربنا على أي حاجة خالص، فبيقول له مالك؟ قال له أنا فقير وظروفي تعبانة وحياتي كلها ضنك وكده. قال له طب أنا عازمك عزومة حلوة عندي في القصر، تعالى نورني بكرة وإن شاء الله تنبسط. فراح عنده فلقى أكل كتير جدا محطوط قدامه، فقال له اتفضل كل يعني لحمة هي جميلة ايه. فقال له حاضر هاكل. طب حضرتك مش هتاكل؟ قال له يا ابني انا عندي النقرس ما اقدرش اكل لحمة. شويتين قال له اتفضل كل رز ومكرونة وحاجات كده. قال له طب وحضرتك؟ قال له يا ابني عندي السكر ما اقدرش اكل من الحاجات ديت. شويتين بيقول له اتفضل كل من يعني المانجا وبرتقال وحاجات زي كده. قال له طب وسيادتك؟ قال له انا عندي املاح يا ابني ما اقدرش اكل الحاجات ديت. شويتين بيقول له كل بقى حلويات وحلي بقى بعد الاكل وكده. قال له حضرتك؟ قال له عندي السكر يا ابني ما اقدرش اكل الحاجات ديت. فبص عليه الغني وقال له، قال للفقير بقى ايه رايك، مين الغني انا ولا انت؟ انا اللي املك كل الفلوس والطعام والكنوز دي كلها وما اقدرش اقرب لحاجة منهم وكلها، ولا انت اللي ممكن تاكل اي اكل يتوفر لك في اي وقت رغم انك معكش فلوس؟ فقالوا لا اكيد انا اللي غني. واضح؟ وحكيت لكم قبل كده قصة الرجل البسيط جدا، يعني قصة جميلة جدا، قصة رجل غني ومعدي على ناس بسطاء جدا شغالين فلاحين وقاعدين في الغيط بتاعهم او اللي شغالين فيه وقاعدين بياكلوا اعزكم الله مشي وبصل ومش عارف ايه وعيش بتاه وكده زي ما بيقولوا. وبعدين راجل معدي وركب عربية مرسيدس احدث موديل، فهو معدي فواحد من الشباب بيقول ايه، ادي يا عم الناس اللي عايشة ولا بلاش. فراح رجع له قال له تعالى ايه رأيك تحب نبدل؟ قال له مبدل ايه؟ قال له ما تخافش والله العظيم انا صادق في كلامي ومستعد ورب الكعبة ابدل معك، ايه رأيك؟ انا عندي 4 عربيات مرسيدس وعندي 4 فلل ومش عارف كم شاليه وعندي كم مصنع وعندي كم مليون في البنك وعندي وعندي وعندي، وفوق ده كله عندي السكر والضغط والاملاح وعندي سرطان وعندي فشل كلوي وعندي وعندي، ايه رايك تشيل الشيله كلها على بعضها وانا اشيل الشيله كلها على بعضها، اخد صحتك وعافيتك وشبابك واخد كل اللي انت فيه ده كله وفقرك بالمره وانت تاخد غناية كله بامراضي كلها. قالوا لا يا عم الحمد لله، ده انا عندي معده تهضم الزلط الحمد لله رب العالمين، ده الحمد لله ده الواحد يشكر ربنا على النعمه اللي هو فيها. خد بالك عايز اقول لك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته قسم الارزاق بالتساوي، خد بالك عشان ما تطمعش في عيش ضريرك. ممكن تلاقي واحد غني لكن زوجته تعباه، وواحد فقير وزوجته مريحاه. ممكن تلاقي واحد غني ومش ده مش شرط طبعا ان كل واحد غني زوجته تعباه، يعني مش شرط. ممكن تلاقي واحد غني ولاده عاقين بيه، وواحد فقير ولاده يبوسوا ايديه. ممكن تلاقي واحد غني ولاده عندهم امراض، وواحد فقير ولاده صحتهم زي الفل، وهكذا. الارزاق متقسمه، هتلاقيها في النهايه كلها واحده وكله محصل بعضه. واجمل شيء في الدنيا قعدت والله يا جماعه اتامل من خلال 18 سنه دعوه، قعدت اتامل في احوال الناس وقعدت اتامل في احوال الدنيا، لقيت اجمل حاجه في الدنيا، واحفظوا مني الكلمه ديت لو ما طلعتوش من الدرس ده الا بالجمله دي كانت كفايه.
لقيت أجمل حاجة في الدنيا، عارفين إيه هي؟ إنها مش واقفة، إنها ماشية. طب وإيه الحكمة في كده؟ حكمة الدنيا لما تكون ماشية والعمر بيجري وكلنا هنقابل ربنا سبحانه وتعالى، إن الغني اللي فرحان بفلوسه وكنوزه لو كان بيستعملها في طاعة ربنا وكان هو مطيع لله سبحانه وتعالى وما بيعصاش ربنا بالفلوس ديت، فربنا هيكرمه ويخلف عليه في الجنة نعيم لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خد بالك، والإنسان المبتلى الدنيا برضو ماشية، فهو لما يكون راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى فالأيام بتجري وما هيش واقفة، هتجري وتجري وتجري لحد ما تيجي المحطة اللي هينزل فيها ويروح للقاء ربنا سبحانه وتعالى وهو راضي عن قضاء الله، فربنا هيكون راضي عنه فهيعوضه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلقيت أجمل حاجة في الدنيا إنها ما هيش واقفة، إنها ماشية بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الفلوس ممكن توفر لك البيت لكن ما تضمن لكش الأمان، الفلوس ممكن تجيب لك الدواء لكن لا توفر لك الشفاء، الفلوس ممكن توفر لك الزوجة والأولاد لكن ما تضمن لكش السعادة، الفلوس ممكن توفر لك الطعام لكن ما تضمن لكش الصحة. زي ما قلت لك الحمد لله من نعم ربنا علينا ان ربنا رزقنا بمعدة خرصاء لا تعترض على اي شيء، لو اكلت معدتك ديت يعني كباب مش هتلاقي فاكس طالع من فم حضرتك بيقول نشكر فلان الفلاني على انه اكلنا كباب، ولو اكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في اسم 6 اكتوبر. فالحمد لله رب العالمين من رحمة ربنا ان ربنا رزقنا بمعدة خرصاء. ادينا قاعدين مع بعض، حد فينا عارف مين اللي كل ومين اللي ما كلش؟ او حد فينا عارف مين اللي كل كباب ومين اللي كل فول زي ما بيقولوا؟ اذا في المسألة الحمد لله رب العالمين كل محصل بعضه، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. يعني السعادة تكون في ايه بقى؟ انت بتقول لي السعادة مش في الفلوس والسعادة مش في الكنوز ولا في المناصب، السعادة في الايمان والعمل الصالح. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دوت في الآخرة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. الله أكبر. ولذلك إبراهيم ابن آدم كان يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. أخويا وحبيبي أكيد السعادة فعلا ما هيش في الفلوس ولا في المناصب، لكن مع ذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح، لما يكون معك فلوس بتستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى أكيد هيكون لك مكان عظيم عند ربنا، لأن الغني اللي بيستعمل ماله في طاعة ربنا ده إنسان وفي، ربنا أعطاه النعمة فلم يكفر بهذه النعمة بل كانت النعمة سبب في قربه من الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي تعالى نكمل مواصفات أسعد بيت في العالم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة أكيد عايزين تعرفوا مواصفات أسعد بيت في العالم. فعلا أسعد بيت في العالم هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة ما في أجمل في الدنيا ديت من بساطة الإنسان وتواضع الإنسان، والإنسان يعيش حياة بسيطة جدا. حياة بسيطة مش معناها أن أنا بقول لك اوعى في يوم من الأيام تبقى غني، بالعكس أنا عايزك تبقى غني وعايزك يبقى معك فلوس وعايز تبقى في اعلى المناصب وعايزك تكون ناجح، بس طول ما ربنا بيكرمك خلي نفسك تتواضع وخلي نفسك كده يعني تكون بفضل الله سبحانه وتعالى، تبقى انسان كده عندك تواضع وعندك يعني خشوع وذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. اوعى تحس في يوم من الايام ان انت غني او ان انت احسن من حد، اوعى تحس في يوم من الايام ان انت افضل من كل الناس اللي حواليك، حس دايما بان انت بسيط جدا. شوف سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اللي كان بيتعلم التواضع من سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول
وددت أني شعر في صدر رجل مؤمن. وكان يقول لو نادى مناد يوم القيامة كان يقول يعني والله لا لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب يقول لو أن مناديا ينادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر بن الخطاب، مع أن عمر بن الخطاب ورد فيه حديثين صحاح في مسند الإمام أحمد أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. الله أكبر. بعد المناقب دي كلها عمر بن الخطاب بيقول لو هينادي منادي يوم القيامة إن كل الناس هيخشوا الجنة إلا واحد بس، أكيد هو عمر بن الخطاب. ده بيقول كده عن نفسه من شدة التواضع يا جماعة. يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دلنا على سبيل القرب الوحيد أو أعظم طريق للقرب من الله، قال واسجد واقترب، ما قالش واركع واقترب، ما قالش قف واقترب، إنما قال واسجد واقترب. حط أعز مكان عندك وهو أشرف مكان، الجبهة والأنف، حطهم في التراب، تقرب من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. عشان كده مهما ربنا ادك من مال أو قوة أو علم أو شهرة أو أي حاجة أو منصب، خلي عندك تواضع وخلي عندك لين وخلي عندك رحمة بكل الناس من حولك. يعني ربنا يا رب يرزقنا وإياكم لذة ونعمة التواضع لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف في عجالة سريعة مواصفات أسعد بيت في العالم. أسعد بيت في العالم هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت تم اختيار رقم واحد، تم اختيار أعضاؤه على أساس الدين والخلق، لأن النبي هو اللي علم الكون ده كله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هو صلى الله عليه وسلم اللي علم الكون ده كله، وقال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أول حاجة هنأسس عليها البيت زوج تقي وزوجة تقية علشان ننشئ ذرية طيبة، يعني نباهي بها يعني في الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ويباهي بها النبي أمام الأنبياء يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يمكن هيباهي يوم القيامة بشارب الخمر، لا يمكن هيباهي بالزنا، لا يمكن هيباهي بالعصا، ولكن يباهي بأمثالكم من الطائعين الساجدين الراقين. ربنا يرزقنا إياكم نعمة الطاعة ونعمة الثبات على الطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أول أساس تم عليه بناء هذا البيت العظيم إن البيت دوت مؤسس على اختيار أعضاؤه على أساس الدين والخلق. تاني حاجة، بيت يعمر الإيمان والتقوى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي بيعلمنا ان يا جماعة المسألة مش مسألة ان انا هتجوز وخلف وولادي هيخلفوا واعز الولد، لكن لا، ده المسألة مسؤولية عظيمة جدا، وهنتسأل يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون. وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. ولذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين. ولذا ابن مسعود يعلق على هذا اللفظ أو على هذه المقدمة في آيات كثيرة جدا، يقول إذا سمعت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فأصغ له سمعك. ليه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ قال فإنما ستؤمر إما بخير أو ستنهى عن شر. ربنا هيأمرك إما بخير إما سينهاك عن شر. ده ربنا اللي بينادي عليك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عشان كده عايزك تتخيل أن البيت اللي أنت محتاج أن أنت تبنيه، البيت دوت لازم يكون زي بيت النبي. البيت ده لازم يكون فيه صلوات خمس، لازم يكون فيه قيام ليل، لازم يكون فيه صيام نوافل، لازم يكون فيه بر وإحسان، لازم يكون فيه حب الخير للناس، لازم يكون فيه نشر الخير للكون ده كله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا، بيدعي لك بالرحمة. عايز أقول لك أنت تتمنى تشوف النبي؟ طبعا تتمنى. طب إيه رأيك تدفع كم عشان تشوف النبي؟ أدفع عمره كله. وهو النبي قال كده، قال
إن من أحب الناس أو إن أحب يعني إن من أحب الناس إلي قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. وفي رواية: من أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. طيب تدفع كم عشان تشوفه؟ طب تدفع كم عشان تشوفه ويدعي لك ويقول لك ربنا يرحمك يا رب يكرمك برحمة ربنا؟ خد بالك. فبيقول رحم الله رجلا وسمى رجل، لأن هي دي الرجولة الحقيقية. الرجولة مش في العضلات ولا في الفلوس ولا زي ما بيقولوا الراجل ما يعيبوش إلا جيبه، لا، الراجل ما يعيبوش إلا دينه. خد بالك، فهي دي المسألة. لو ما عندوش دين ده هو ده اللي يعيبه، واللي يزينه أن يكون عنده دين وحياء وخلق. خد بالك من المسألة المهمة ديت. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. خد بالك، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام، في رواية تانية فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان يا جماعة كان نزل عند رجل اسمه أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي بيقول: لما تضيفت أبا هريرة أسبوعا كاملا، بيقول ما من ليلة مرت إلا وهو يقوم، يعني كان بيخلي القادم بتاعه يقوم تلت الليل الأولاني ثم يوقظ أبا هريرة فيقوم تلت الليل الثاني، ثم يوقظ أبو هريرة امرأته فتقوم التلت الأخير، ثم يقوم جميعا فيصلوا صلاة الصبح. ما شاء الله. كان في واحد برضو من التابعين اسمه الحسن بن صالح، وكان ليه أخوه اسمه علي بن صالح، وكانوا عايشين الاثنين مع أمهم، فكانت أمهم تقوم تصلي التلت الأولاني وتقوم صحي علي، فعلي يقوم يصلي التلت الثاني، فعلي يصحي الحسن، فالحسن يصلي التلت الثالث، وبعدين الحسن يصحيهم يقوموا يصلوا صلاة الصبح بيوت عمرانة بطاعة ربنا. فلما ماتت أم الحسن وعلي، إيه اللي حصل؟ الاثنين قسموا الليل ما بينهم، هو يصلي علي يصلي النص الأولاني والحسن يصلي النص الثاني. فلما مات علي قام الحسن الليل كله، لأنه كان عايز أن البيت دوت يفضل عمران بطاعة ربنا وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أزواجه لقيام الليل صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بيت مؤسس على التقوى، تم اختيار الأعضاء على أساس الدين والخلق. الحاجة الثانية: بيت عمران بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. الحاجة الثالثة: بيت يعمره الحب والمداعبة أحيانا. ما ينفعش يا جماعة أن الحياة تبقى جامدة. الحياة في حد ذاتها أصلا فيها قسوة، الحياة صعبة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب، في عناء. أصل الحياة أصلا جبلت على التعب. فلما تكون الحياة أصلا فيها مشاكل وفيها مشاغل وفيها عناء وفيها يعني أشياء كتيرة جدا بتتعب الإنسان، فمن باب أولى إن احنا نتراحم فيما بيننا وبين بعض. مرة واحد اتصل بي على الهواء فبيقول لي: إيه الحل؟ إيه الحل للحياة اللي احنا عايشينها ديت؟ قلت له: الحل الوحيد الوحيد وما فيش حل تاني، احنا نرجع لربنا وإن احنا نرحم بعض. لأن النبي قال الكلام ده كله في كلمتين، قال ايه؟ ارحموا ترحموا. اللي عايز ربنا يرحمه لازم يرحم الناس من حواليه، اللي عايز ربنا يكرمه لازم يكرم الناس، اللي عايز ربنا يغفر له لازم يغفر ويسامح الناس، وهكذا. والجزاء من جنس العمل. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لم يرحم او من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هي دي المساله، معادله سهله جدا جدا، لكن لو نعي هذه المساله، انت طول ما انت بترحم الناس من حواليك يقينا هتفوز برحمه ربنا سبحانه وتعالى، لانه اولى برحمه العباد من العباد بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك لازم البيت يبقى فيه شيء من الحب، مش شيء، لا، لابد ان هو يكون مؤسس اصلا على الحب. مملكه الحب، مملكه السعاده. المملكه ديت قوام هذه المملكه او الشركه ديت، عايزين نسمي الزواج شركه لنشر الحب والسعاده والالفه والوفاء. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الموده الحب والرحمه، فإن اختفت المودة بعض الشيء تبقى الرحمة. فلابد يكون في مودة ورحمة. البيت يا جماعة مؤسس على الحب وعلى السعادة. المرأة بطبعها عاطفية،
ما يهمهاش الذهب اللي انت هتجيبه لها، ما يهمهاش هتكتب باسمها كم شقه وكم بيت وكم عربيه، كل اللي يهمها من الدنيا دي كلها انها تشوف منك الموده والرحمه والحب والحنان والمعامله الطيبه والكلمه الحلوه تؤثر المراه بفضل الله سبحانه وتعالى. احيانا ممكن الانسان يكلف نفسه تكاليف كبيره جدا ويجي من بره جايب لزوجته عقد الماس، يعني واخد بال حضرتك، ومكلف نفسه 15 20 الف جنيه، واول ما يخش على زوجته يقول لها خدي هديه على الله يتمر. هو كده ضيع كل الاحسان اللي عمله ده كله بالكلمه الوحشه ديت. لكن ممكن زوج تاني ذكي جدا يخش على زوجته ايد ورا وايد قدام معوش اي حاجه خالص ويقول لها الود ود يا حبيبتي، والله اجيب لك الدنيا كلها، ود ود اجيب لك حته من الشمس، لكن سامحيني والله يعني العين بصيره والايد قصيره، تقول له حبيبي كفايه كفايه عليا دخلتك، كفايه عليا ان انا اشوفك، كفايه عليا ان احنا عايشين في خيرك. و الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقة، يعني وهدوا إلى الطيب من القول. يعني سبحان الله ده نعمة كبيرة جدا جدا، إن من مواصفات أهل الجنة إن هم ما يقولوش إلا الكلمة الحلوة الطيبة الجميلة. ومن صفات حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كل كلامه كان خير، كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة. حتى لما كان يعوز يعاتب حد، لما يكون أخطأ في خطأ ما، ما كانش يقول له أنت عملت كذا وأنت اللي سويت كذا، كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. شوف يا أخي الذوقيات والأحاسيس العالية الجميلة من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلازم يكون في شيء من الحب والمداعبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، زي ما هيجي إن شاء الله ونشوف بقى طبعا لما نخش البيت بقى المسلم ونشوف قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتعامل مع ازواجه، كان بيسابق امنا عائشه. والحديث ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج مع الصحابه، فراح قال لهم تقدموا، كان معاه كان عمل قرعه، فطلعت امنا عائشه هي اللي هتخرج معاه تسافر معاه، قال لهم تقدموا، فتقدموا، فراح مداعب امنا عائشه لها تسبقيني؟ قالت له سبقك. قالت فكنت خفيفة لم أحمل اللحم، لسه ما تخنتش. قالت فسابقني النبي فسبقته. النبي ما نسيش بقى الموضوع ده، بعد كام شهر برضو كان مسافر وعمل قرعة، فطلعت برضو إيه في نصيب أمنا عائشة، فخارج معها ومع الجيش، فقال تقدموا، فتقدموا، فقال لها تسبقيني؟ قالت له سبقك. قالت فكنت في الوقت دوت يعني تخنت شوية وحملت اللحم، ما بقتش حركتها سهلة زي الأول، فبتقول فسابقني النبي فسبقني فقال هذه بتلك. واحد واحد، شوف قد ايه، وده مين؟ سيد ولد ادم اللي مكلف بدعوه الانس والجن والبشريه كلها، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، كما قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه للانس والجن والمؤمن والكافر صلى الله عليه وسلم. فمن امن به رحم في الدنيا والاخره، ومن كفر به رحم في الدنيا واجل عذابه الى يوم القيامه. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلى الله عليه واله وسلم. تخيل حضرتك في يوم من الايام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت امنا عائشه، وفجاه راحت داخله السيده سوده بنت زمعه. امنا عائشه كانت عامله اكله كده اسمها الخزيره، خزيرة كده ايه، أكلة كده عبارة عن عجين مع عسل، مع عاملة زي ايه، عارف حضرتك زمان أهالينا زمان كانوا يعملوا لنا ايه أكلة كده كانوا عارفينها الناس اللي بتوع زمان، يعني اسمها سد الحنك، يعني واخد بال حضرتك، كان على طول أول ما تاكلها تسد كل حاجة، يعني تقفل المراوح كلها. فكان ايه هي بقى أمنا عائشة عاملة أكلة شبيهة بالأكلة دي، فراحت أول ما دخلت أمنا سودة، فأمنا عائشة يعني بتعزم عليها بتقول لها كلي، قالت لها مش هاكل، فضحكت معاها أمنا عائشة قالت لها لا تأكلن أو لا ألطخن بها وجهك، يا تاكلي يا إما يعني هرميك بيها. فما رضتش تاكل، فراحت أمنا عائشة واخدة كومة كده من العجينة ديت وراحت ضربها في وش مين؟ أمنا سودة. فالنبي كان إيه قاعد وساند نفسه على أمنا سودة على أمنا عائشة، فراح شايل رجليه من على أمنا سودة عشان تاخد راحتها وترد بقى. فراحت أمنا سودة، طبعا أمنا سودة كان يعني إيه كان ضخمة الجسم وكده، فكانت إيديها ما شاء الله كبيرة، فراحت واخده بقى كومه حلوه كده متظبطه قد الكومه اللي واخداها امنا عائشه مثلا 3 4 مرات، وراحت مكوراها ورزعاها في مين؟ في امنا عائشه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والجلسه كلها كانت جميله وبسيطه جدا جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان فرحان جدا بان امنا عائشه بتمازح امنا سوده، وان امنا سوده بترد على امنا عائشه، وانتهت المشكله، وجميله جدا وحياه ابسط من البساطه.
ما عملش مشكله، ما قالش انتوا بتعملوا كده قدامي، انتوا مش عاملين حساب ليا، انتوا، هو عارف ان هم بيمزحوا مع بعض صلى الله عليه واله وسلم. فالحاجه جميله ومليانه بالود والرحمه. وهذكر لك قصتين كده جمال جدا جدا بمناسبه الموده والرحمه، ولكن يعني الوقت بيجري معاكم بسرعه. ربنا يبارك فيكم، بحبكم في الله، نلتقي بعد الفاصل. صلى على حبيبك. حضن البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، إن شاء الله بتمنى أن احنا نتواصل طوال الأسبوع على الإيميل الخاص بالبرنامج، واللي هيزوره الآن أخونا وحبيبنا الأستاذ شريف إن شاء الله هتشوفه الآن، وإن شاء الله ده الفاصل الثالث، في فاصل ثاني إن شاء الله هنستقبل فيه اتصالاتكم لمدة على الأقل من 25 دقيقة لنص ساعة إن شاء الله، عشان ناخد راحتنا معاكم وندردش مع بعض ونفتح حوارات، ونكون يعني قدرنا أن احنا إن شاء الله نوفي طلباتكم كلها. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير دائما، وان شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم. طول الاسبوع بنتواصل معكم على الايميل اللي هيكون ظاهر الان على البرنامج، والارقام هتكون موجوده ان شاء الله، هنتواصل في الفاصل الاخير ان شاء الله اللي جاي ده مع تليفوناتكم واتصالاتكم. واهلا بكم ومرحبا، وربنا يجمعنا واياكم على خير. تعال نشوف موضوع ان المواصفات من ضمن المواصفات، اسعد بيت في العالم مليء بالموده وبالمحبه. عايز اقول لكل زوج لازم يكون قلبك فعلا بيتسع لحب زوجتك، لازم تكون فعلا من جواك بتحس ان زوجتك دي اغلى كائن في الكون ده كله بعد النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم، وبعد الام والاب. لازم تكون زوجتك ليها مكانه عاليه، ربنا يبارك فيك. تعال نشوف ام سلمه وابو سلمه. ام سلمه زوجها وحبيبها ابو سلمه، وهو خلاص يعني في بدايه السكرات، بيقول لها يا ام سلمه يعني اوصيكي ان تتزوجي من بعدي، انا بوصيك ان انا مش عايزك تعيشي لوحدك، لان انا خايف عليك، فعايزك لما اموت تتجوزي من بعدي. خايف على زوجته، مش عايز انها تعيش لوحدها في الدنيا ديت. فقالت له هل اجد خيرا منك يا ابا سلمة، انا ممكن الاقي واحد زيك فين؟ شفت الحب وصل لدرجة ايه؟ وعلى فكرة في نساء كتيرة جدا من امهاتنا، ربنا يا رب يبارك في اعمارهم يا رب العالمين، عايشين على الود وعلى الوفاء وعلى الذكريات الجميلة الواحدة فيهم، خصوصا امهاتنا، الناس الجيل الجميل الفريد دوت، خصوصا امهاتنا دولت كانت الواحدة لما زوجها بيموت
تفضل عايشة على ذكريات، تعيش حياتها كلها عشان تربي ولادها. وقدامنا نماذج بالالاف بفضل الله، بقول لهم جزاكم الله خيرا عنا وعن الاسلام والمسلمين، ان انتم فعلا قدمتوا صوره عظيمه للوفاء. فام سلمة بتقول له: هل اجد خيرا منك يا ابا سلمة؟ يقدر ربنا بعد موت ابو سلمة يتقدم لام سلمة كتير جدا من الصحابه، فترفض كل اللي تقدم لها لحد ما تقدم لها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لها رسول إن أنا عايز أتجوزك يا أم سلمة صلى الله عليه وسلم. فقالت له: قل لرسول الله إني امرأة يعني كثيرة الأولاد، وإني كبيرة في السن، وإني غيرة، أنا كمان عندي غيرة، ما أقدرش إن أنا أتحمل إن أنا أكون زوجة لي أكتر من ضرة يعني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها ويقول: أما إذا كنت كبيرة في السن فأنا أكبر منك سنا، وأما إذا كنت ذات عيال فلست أنا برازقهم، يعني ربنا هو اللي بيرزقهم سبحانه وتعالى، وأما إن كنت غيرة فأسأل الله عز وجل أن ينزع الغيرة من قلبك، فنزع الله الغيرة من قلبها وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في درس جميل قوي إن النبي علمها درس حلو قوي، قال لها صلى الله عليه وسلم، قال لها: ما من مؤمن يصاب بمصيبة فيقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت: ومن هل أجد خيرا من أبي سلمة؟ لكنني قلتها لأن النبي دلني عليها، فقلت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فأجرني الله في مصيبتي وأخلف لي خيرا من أبي سلمة، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني مواقف جميلة جدا ومؤثرة. وبرضو تحضرني صورة أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب. أبو أيوب وأم أيوب بالبلد كده بلغة العصر كانوا الاثنين على موجة واحدة. الاثنين لما جه النبي وعاش في بيتهم 7 شهور، الاثنين على موجة واحدة، هو يكرم النبي وهي تكرم النبي، هو بيحب النبي وهي بتحب النبي، على طول بيحرصوا تماما على راحة النبي. ولما اتهمت أمنا عائشة في حادثة الإفك، إذا بأم أيوب تقول لأبا أيوب، تقول له: يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي أكنت تفعل ما اتهمه الناس به؟ قال: لا. قالت: فوالله لصفوان أفضل منك يا أبا أيوب. راح أبو أيوب قال لها: وأنت لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما اتهمت به؟ قالت: لا. قال: فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب. فيعني يعني يعني سبحان الله، فنزلت آيات عظيمة جدا في أم أيوب وأبو أيوب، كانوا الاثنين على موجة واحدة. ربنا يا رب يجعل كل أزواج المسلمين وكل بيوت المسلمين بلغة العصر على موجة واحدة، زوج فهم زوجته. بيعجبني جدا جدا لما اسمع زوجة تقول: انا بمجرد بس ما زوجي بيبص لي ببقى فاهمه وعايز ايه، ومن غير ما يتكلم ومن غير ما ينطق ولا كلمة انا ببقى عارفة هو عايز ياكل ولا عايز يشرب ولا عايز ايه بالظبط، انا ببقى فاهمة كل حاجة. جميل قوي ان يبقى فيه توافق وألفة ما بين الزوج والزوجة، علشان الاولاد لما بيشوفوا الاب والام بيحبوا بعض وبيعزوا بعض وبيودوا بعض، والله بينشأوا نشأة جميلة جدا جدا. انا عن نفسي أذكر، ودي مسألة شخصية جدا، أذكر أن أم وأبويا، يعني أم الله يرحمها رحمة واسعة، والدي ربنا يشفيه وبارك لنا في عمره، سبحان الله، والله الذي لا إله غيره، عمري في حياتي ما شفت مشكلة قد كده بين أم وأبويا. سبحان الله، بيحبوا بعض جدا، بيعزوا بعض، بيحترموا بعض، عمر ما حد فيهم قال للتاني كلمة وحشة، عمر ما حد فيهم جرح التاني، عمر ما حد فيهم تحامل على التاني، بالعكس الاتنين بيرعوا بعض وبيحبوا بعض وبيعزوا بعض. احنا نشأنا في جو الحب ده، استفدنا اجمل استفادة وعشنا اجمل ايام حياتنا كلها مع اب طيب وام طيبة. ربنا يا رب يجمعنا بيهم في الجنة رب العالمين. من مواصفات اسعد بيت في العالم البيت دوت يا جماعة، بيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ما فيش اعتراض على امر الله ولا على قضاء الله. ده من ضمن مواصفات البيت السعيد، عشان عايز تنشئ بيت سعيد لازم تتوقع ان الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، ممكن يحصل لك حاجة لا قدر الله، وممكن يحصل لزوجتك او لاولادك. خلي عندك دايما رضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله ده بيسموه العلماء جنة الرضا، جنة الرضا فعلا. ان انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، قال: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. خد بالك، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ايه اللي هيحصل له يا رسول الله؟ قال: ان اصابته سراء شكر
فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يجي لك الخير بتشكر ربنا، يجي لك الشر اللي هو من وجهة نظرك أنت وشر، لكنه عند الله سبحانه وتعالى هو خير. فلا تدري لعل وعسى يمكن يأتيك البلاء، وهو البلاء ده هو سبب دخولك الجنة. سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه، حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. الله، ربنا كتب لحضرتك أو كتب لحضرتك إن أنت أو أنت من أهل الفردوس الأعلى، أعملنا مش موصلانا للدرجة دي. فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. الله، يعني ربنا يبتلينا. طب ما ممكن نعترض، لا لا لا، مع البلاء يرزقنا الصبر والرضا لحد ما نوصل للدرجة في الجنة اللي ربنا قدرها لنا، وبعدها يترفع البلاء، مفيش بلاء بعدها، خلاص وصلنا للدرجة ديت. ربنا يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. تعالوا ندي كم مثل كده جمال جدا من أمثلة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. أم سليم لما تزوجها أبو طلحة الأنصاري، وكان مهر أم سليم، حضراتكم طبعا فاكرين كان مهر أم سليم الإسلام، إن أبو طلحة لما أسلم كان مهرها الإسلام، إن هو يسلم هو ده مهري. قالت له: فإن أسلمت فذاك مهري، ولا أريد شيئا سواه. فلما ذهب وأسلم قال راوي الحديث: فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. أنجبت منه طفل صغير، الطفل ده في يوم من الأيام جاله مرض، فأبو طلحة خارج رايح بره البيت، رايح مشوار، رايح شغله، رايح أي مكان، فساب الطفل هو مريض. خرج أبو طلحة، الطفل بعدها بساعة ساعتين مات. فأم سليم قالت لأهلها: اوعى حد فيكم يبلغ أبا طلحة بموت ابني، أنا اللي بلغه بموت ابني. فراحت مغسلاه ومكفناه وسايباه على السرير بتاعه متغطي. فجي أبو طلحة من بره قال: كيف حال الصبي؟ قالت: هو أهدأ ما يكون. هو فهم أن الصبي شفي من مرضي، وهي قصدها أن هو مات خلاص، هو أهدأ ما يكون. أعدت له الطعام والشراب وتزينت له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأتي. ثم قالت له بعد ذلك: يا أبا طلحة، لو جالك حد وحط عندك وديعة وبعد فترة طلبها تديها له؟ قال لها: طبعا. قالت له: بس هو سايب عندك الوديعة بقاله فترة كبيرة. قال لها: ده من باب أولى أن أنا أردها له. قالت: فإن الله عز وجل قد أخذ الوديعة التي جعلها عندنا، لقد قبض روح ابنك. فحزن أبو طلحة وراح اشتكاه للنبي، قال له: يا رسول الله عملت كذا وكذا. فضحك النبي وابتسم وقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فأنجبت من هذه الليلة ولدا صالحا، أنجب هذا الولد 10 من الذين حملوا كتاب الله وحفظوا القرآن بعد ذلك، كما قال راوي الحديث. كل ده ببركة الرضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى. عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الآكلة في رجله. عروة بن الزبير اللي كان يعني ملى الدنيا كلها بالفقه والدين والورع والعبادة، حاجة ما شاء الله، عروة بن الزبير بن العوام. فلما جاله مرض الآكلة قالوا له: هنقطع لك رجليك، نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده تتوه عقلك عشان ما تحسش. قال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن استنوا، انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله. أول ما دخل في الصلاة الله أكبر، قرأ القرآن وركع وسجد. أول ما سجد مسكوا رجليه وبدون بنج ولا أي شيء يذهب العقل، قطعوا لرجله بالمنشار. فلما أفاق بعد يوم، أغشي عليه يوم كامل مغمى عليه، فلما أفاق قالوا: أحسن الله عزاءك في رجلك، وفي نفس الوقت وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. ابنه البكري الكبير محمد مات في نفس اللحظة اللي اتقطعت فيها رجل أبوه عروة بن الزبير. فماذا قال عروة؟ قال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت يا معفتني. أعطيتني 4 أولاد وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت
برضو مش كفاية. والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورضاه في آخر أيامه عمي بصره، وسعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، النبي هو اللي دعاله، قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد بن أبي وقاص لما رجع في آخر أيامه إلى مكة، وكان عايش فترة كبيرة برا مكة، فكان الناس عارفين أنه مستجاب الدعاء، كان كل واحد يخش عليه، يا سعد ادعي لي أن ربنا يكرمني ويرزقني بالذرية، ادعي له ربنا يرزقه بالذرية، ادعي لي أن ربنا يشفي زوجتي، ادعي له فربنا يشفي زوجته. فشاب كده اسمه عبد الله بن السائب قال رحمك الله يا عماه، أنت تدعو للناس فاستجيب الله دعاءك، أما تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. أنا فعلا نفسي عينيا ترجع، لكن ربنا لما اختار لي أن بصري يذهب قضاءه عندي أحسن من رجوع بصري. رضا بقضاء الله شيء عجيب جدا. تعالوا نشوف من ضمن المواصفات هذا البيت السعيد، أسعد بيت في العالم، بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بيت حريص جدا على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله. ربنا أمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل رب زدني علما، يا رب علمني وزودني علم وارزقني العمل بهذا العلم. كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك علما نافعا. شوف ده العلم النافع، هو العلم اللي الإنسان بيستفيد منه ويفيد به الآخرين. كان سبحان الله، كانت يعني، ولذلك احنا بنقول يا جماعة احنا بنطلب العلم ليه؟ ابتغاء مرضات الله. لازم اترك بصمة في الكون ده كله، هطلب العلم عشان اتعلم ازاي اعبد ربنا، ده الاصل فيه، واعمل بهذا العلم، ثم ادعو الناس جميعا الى هذا العلم. ولذلك كانت ام سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة كانت تقول يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، وكانت تقول له يا بني اذا تعلمت كلمة من العلم ولم تزدك قربا او لم تزدك قربا من الله فاعلم ان هذا العلم وبال عليك. ان الانسان يا جماعة كل ما يتعلم لابد ان هو يخشى ربنا، ولابد ان يكون قريب من ربنا. انما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أقرب الناس، وأخشى الناس لله، ده الأصل في الموضوع يا جماعة. ليه؟ لأن هم أكتر ناس عارفين قدرة ربنا، وعارفين مدى عظمة ربنا، وإن كان ما فيش إنسان يستطيع أن يحيط بمدى عظمة ربنا ومدى قدرة ربنا، لكن العلماء يعني عارفين شيء عظيم جدا وشيء كثير جدا جدا من عظمة ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان أخشى الناس لله وأتقى الناس لله هو اللي هتصلى عليه دلوقتي، حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله. ولذلك البيت يا جماعة لازم يكون بيت سعيد. وإحنا عايزين نقول حاجة، لو فاكرين حضراتكم لما ذكرنا مرة قصة زواج بنت سعيد بن المسيب، أنا مش هذكر القصة لكن هذكر بس الشاهد في القصة، لما تزوجها كثير من أبي وداع شاب فقير جدا، سعيد بن المسيب رفض يجوزها للوليد بن عبد الملك اللي هو ابن أمير المؤمنين، وجوزها شاب فقير اسمه كثير بن ابي وداع. فلما تزوجها واصبح الصباح فبيقول رحت عشان ايه، او عايز اقوم عشان اطلب العلم بقى على يد استاذي سعيد بن المسيب. فقالت الى اين انت ذاهب؟ قال الى مجلس ابيك سعيد بن المسيب. قالت لا اجلس انا اعلمك علم سعيد بن المسيب. فجلس معها شهرا كاملا يتعلم على يديها العلم الشرعي، ثم ذهب بعد ذلك الى ابيها، الى اخر القصه اللي انتم عارفينها. اخر حاجتين يا جماعه من مواصفات البيت اللي هو أسعد بيت في العالم، بيت بيشعر بآلام الغير ويدخل السعادة على الكون كله، بيت بيصدر السعادة زي ما بيقولوا. احنا طبعا في انتظار اتصالاتكم بعد 3 دقائق بالضبط ان شاء الله، ونسعد باتصالاتكم. فتح مع بعض مواضيع كتيرة جدا حول أسعد بيت في العالم. ربنا يا رب يملى بيوتكم بالسعادة والحب والألفة والمودة. قولوا أمين. بيت بيشعر بآلام الغير ليه؟ لأن علمنا النبي كده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن قال أحب العمل إلى الله سرور، أي سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد له جوعا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ربنا يثبت أقدامه على الصراط، وإن سوء الخلق
ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا الله، سبحان الله. تحضرني قصة جميلة جدا، قصة طفل يتيم. في يوم من الأيام كان ليه بستان، وكان بستانه دوت بجوار بستان واحد من الأنصار. واختم بالقصة دي واستقبل اتصالاتكم. فكان بستانه بجوار بستان واحد من الأنصار، فحب يبني جدار بين بستانه وبين بستان الرجل الأنصاري. فجاي ابن الجدار لقى في نخلة تعترض الجدار، فاستأذن من الأنصار قال له ممكن ابني الجدار من حوالين النخلة وخلي النخلة عندي؟ قال له لا. قال له طيب بيع لي النخلة، مش عايز تداني هدية، بيعها لي. قال له لا. قال إذن أشكوك إلى رسول الله. فالرجل زعل إن هو راح يشتكي للنبي، ولذلك هو عند هو ما قصدش معصية النبي، لكن هو زعل إن الغلام ده راح اشتكى للنبي. فراح الغلام اليتيم اشتكى للرسول، فجاي الرسول مع النبي، فجاي الرسول عليه مع الغلام ده علشان يشوف القضية ديت صلى الله عليه وسلم. فقال للرجل الأنصاري، قال له أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. يلا بقى، إيه يعني حاجة أعظم، يعني صفقة ممكن تعملها في حياتك. فرفض الرجل، مش معصية لرسول الله، لكنه زعل وخد العند معاه لأن الغلام راح اشتكاه للنبي. فإذا بأبي الدحداح واقف جنب النبي، فقال له يا رسول الله، ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فراح أبو الدحداح مكلم الرجل الأنصاري، قال له هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال له طبعا، وفي حد في المدينة ما يعرفش بستان أبو الدحداح؟ وكان أجمل بساتين المدينة، كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور، وكان التمر اللي بيطلع من بستان أبي الدحداح كان أجمل تمر في المدينة. فقال له كل ما في البستان هدية لك بشرط أن تعطيني النخلة. قال أعطيتك النخلة. فرجع أبو الدحداح وقال لرسول الله، يا رسول الله، لقد اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم وجعلتها لله جل وعلا. فإذا بالحبيب المصطفى يمسح على لحيته وهو يبتسم ويقول، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة. راح أبو الدحداح عشان يسلم الرجل الأنصاري البستان بتاعه، فراح هناك فسمع صوت زوجته وأولاده جوه البستان، فراح من نادي من وراء السور، يا أم الدحداح. فقالت، أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله. فصرخت المرأة وقالت، ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة من البستان، طفل من أولادها خد طمراية من الأرض حطها في بقه ولسه هياكلها، راحت حط أيديها ومطلعت الطمراية ورمتها في الأرض وقالت له، سامحني يا بني فقد بعناه لله. يا سلام، دي كانت بعض المواصفات لهذا البيت، ولسه في صفة تانية بس هنقولها من خلال الاتصالات إن شاء الله. مين معانا يا أستاذ شريف؟ فاصل؟ طيب حاضر، يبقى يعني فاصل بسيط إن شاء الله، ثم نواصل ونستقبل كل اتصالاتكم. صلى على حبيبك. حضن البيوت يحظت صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. يعني ده الفاصل الأخير أو ده الجزء الأخير من حلقتنا للادي، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم، وربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما. الحقيقة طبعا عايز أقول إحنا إن شاء الله نتمنى أن إحنا نتواصل طول الأسبوع على الإيميل الخاص ببرنامج اللي هيعرض الآن على الشاشة، وإن شاء الله أنا في انتظار تليفوناتكم الآن. لكن في عجالة سريعة كده بنقرأ بعض SMS اللي جات لنا من خلال جروب البرنامج على الفيسبوك، واللي وصل عددهم الحمد لله ل 7300. ربنا يبارك فيهم ان شاء الله، واتمنى يوصلوا لمليون واحد على جروب او على الفيسبوك، على الجروب الخاص ببرنامج ليلة في بيت النبي، عشان ربنا يجمعنا يوم القيامة ان شاء الله على حوض النبي ونقول له يا رسول الله. هو ده الجروب بتاع الفيسبوك اللي كان يعني بيشتاق ان هو يتعايش مع ليلى في بيت النبي. حقيقه الطفله فاطمه طارق، هقرا بعجاله سريعه كده بعض الاسم اس اللي وصلت لنا لحد ما نستقبل اتصالاتكم. الطفله فاطمه طارق قالت، اتحجبت هذا الاسبوع وهي تهدي هذا الحجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا فاطمه، ربنا يبارك فيك ويثبتك. الاخت محبه امهات المؤمنين بتقول، بالله عليك تدعي لي بالشفاء، عندي عمليه قريبا، ربنا يا رب يشفيك يا رب ويشفي مرضى المسلمين. وهديتي للنبي صلى الله عليه وسلم اني صابره وراضيه وبحتسب الاجر، وادعي لي يا شيخ بالزوج الصالح وكل بنات المسلمين. ربنا يرزق كل بنات المسلمين يا رب ازواج صالحين يا رب العالمين. الاخ محمد طاهر بيقول، هديتي للنبي عليه السلام انه اصلي عليه عشرا قبل النوم وعند الاستيقاظ. ابشرك اخ محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، من صلى عليه عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامه.
أخ بلال من مصر بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم أنني مواظب على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. برضو أبشرك أن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة ده من أسباب دخول الجنة، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ أسامة يوسف بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنا أنهي حفظ القرآن كله وأسعى لتعليمه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ربنا يبارك فيكم يا رب وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يا شيخ محمود أني أريد أن أحفظ ابن القرآن هدية لرسول الله وأريد زيادة وقت البرنامج. الأخ محمد مدني وبنقول له الحمد لله وقت البرنامج زاد ربنا يبارك فيكم. الأخت إيمان خاطر بتقول الله يعزك يا شيخ محمود ويعز حضرتك يا رب ويعز كل المشاهدين وكل المسلمين، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إني هداوم على قيام الليل. أبشرك إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال له واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا وينادي علينا، هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. الأخ خالد من سوهاج بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه. الأخت ليلى شعبان إبراهيم بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أخذ أخواتي لطريق الخير. في اتصال؟ طيب مين معنا؟ السلام عليكم. الأخت هبة السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا أهلا وسهلا بحضرتك ربنا يعزك. أنا بحب حضرتك في الله. ربنا يحبك ويسترك دنيا وآخرة. إنك غيرت في حياتي حاجات كتير أوي يا سيدي. اللهم لك الحمد يا رب. اتفضلي يا أخت هبة. اتفضلي. وأتمنى أن لي أتبعي بيه كده يا رب بالزوج الصالح كده ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح وكل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا يا رب العالمين اللهم امين. وتدعي لخالاتي كده بالذريه الصالحه ان شاء الله. حاضر عينيا ربنا يرزقهم يا رب بالذريه الصالحه رب العالمين. جزاكم الله خير اخت هبه ربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين. مين معانا تاني يا شريف؟ طيب الاخت ايمان خاطر بتقول هداوم على قيام الليل. الاخ علي ابو يوسف بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم اني اتبع سنته. خالد من سوهاج الأخ حيان السلام عليكم. وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسان كيف أستاذ السلام عليكم كيفك؟ طيب الأخ خالد من سوهاج بيقول هدية النبي عليه السلام كثرة الصلاة عليه. ربنا يحفظك ويعزك ويعلي قدرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت ليلى شعبان إبراهيم بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول هدية النبي عليه السلام إن أخذ أخواتي لطريق الخير. الأستاذ محمد نافع بيقول وربنا يجازيك كل خير على ذوقك يا أستاذ محمد بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إني بحبك في الله حبك الذي أحببتني فيه. ربنا يجمعني وإياك والمشاهدين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الأخت يوكو درويش بتقول هديتي إني أترك أي حب غير حب الله إلى أن يرزقني الله بالزوج الصالح. هو ده واجب علينا للرسول بس في الزمن الغريب ده كله تاه على بعضه. ادعوا لأختي ولي بالأزواج الصالحين ربنا يرزقك ويرزق كل أخواتنا بأزواج صالحين. الأخت نزهة من المغرب بتقول السلام عليكم شيخ محمود والله إني أحبك في الله وبشاهد كل حلقات البرنامج. يا رب نلتقي في الجنة آمين يا رب العالمين ونكون بجوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هديتي أنا وأمي للنبي 500 صلاة عليك كل يوم وجزاك الله عنا خير الجزاء. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرفع قدركم بصلاتكم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت ابنة يوسف الحسني أو الحسن بتقول هديتنا للنبي صلى الله عليه وسلم إني سأتزوج زواجا إسلاميا شرعيا ولن تكون في أي مظاهر من المظاهر التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ أحمد محب الصواف من طنطا بيقول هديتي للحبيب إني هذاكر علشان أكون برا بأهلي وأنصر الإسلام ومش هسيب أي صلاة إن شاء الله. ربنا يثبتك ويعلي قدرك رب العالمين. حقيقة يعني رسائلهم بتفرح الواحد لأن الواحد بيبقى فرحان جدا إن يشوف ثمرة جميلة للبرنامج. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أسماء من المغرب حد معنا؟ الأخت أسماء من المغرب بتقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم
هي المداومة على صلاة الفجر في وقتها، وملء وقتي بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسامح أي حد قام بإيذاء ربنا يبارك فيك. فعلى إنسان ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. مين معنا الشريف؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدرسة محمود. أستاذ إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدرسة محمود الله يكرمك. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. معلش لو توطي الصوت يا أستاذ شريف شوية. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. حضرتك أنا بستفسر بس عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. معلش أنا الصوت الحقيقة صوت عالي جدا، مش عارف مش عارف أميز الكلام. أستاذ شريف وطي الصوت شوية. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. عايز استفسر حضرتك عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. برضه مش سامع حاجة خالص، معلش يا جماعة أنا الصوت بس عالي جدا، وطي الصوت شوية. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. معلش حضرتك عايز استفسر عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. انا الصوت عندي مش واضح خالص يا جماعه، معلش. طب وطي الصوت يا جماعه شويه عشان اسمعه الله يبارك فيكم. وطي الصوت شويه. طب حضرتك اتكلم بصوت واطي يا استاذ ابراهيم عشان مش سامع حاجه. اتفضل. بقول لحضرتك عايز اعرف زياره اهل بيت النبي هل هي حرام ولا حلال؟ زياره اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم السلام. نعم جزاكم الله خير. حاضر، سؤال واضح. شكرا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ربنا يحفظك. الاستاذ عبد الرحمن من اسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. السؤال ديالي عندي مراتي عندي أولاد. نعم. والمرا ديالي معصبة بزاف وبغات تنزل الولد يلا عنده 6 أسبوع، واش حرام ولا حلال؟ أنا مش قادر أميز الكلام خالص يا أستاذ شريف، معلش. لو حد بس حتى يبلغني السؤال وانا ارد عليه حالا. عناية. حاضر، تحت امر. طيب نكمل اس ام اسز ولا في اتصالات تاني؟ طيب الاخت دعاء من الخطبة بتقول لبست الحجاب والجلباب، ربنا يبارك فيك يا رب ويتقبل يا اخت دعاء ويثبتك. الاخ علي ابو يوسف بيقول هديتي للنبي عليه الصلاة والسلام ان اسير على سنتي واقتدي بسيرتي. الاخت سامية غراب بتقول ان شاء الله هديتي الخير الانام اني احاول اقلل من الغيبة والنميمة ومع صديقاتي في الجامعة واستغلال كل الوقت في طاعة الخالق، ربنا يبارك فيك. امينة المغربية هديتي للنبي عليه الصلاة والسلام ان احافظ على وردي من القران بانتظام من الان فصاعدا وان احفظ كل ما تيسر من كتاب الله. طب تعالوا نشوف في عجاله سريعه كده يا جماعه من ضمن الصفات اسعد بيت في العالم، ودي الصفه الاخيره الحقيقه والسبعه، بيت يريد الاخره، بيت كل رغبته هدفه الوحيد هو ان ربنا يرزقنا الجنه، ان زوج وزوجه واولاد هدفهم ان ربنا يجمعهم في الجنه. قال جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان الله، من رحمة ربنا يا جماعة أن الإنسان لما يخش الجنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، أن لما الإنسان يخش الجنة ويكون في درجة عالية جدا وأولاده في درجة أقل منه أو العكس، ربنا بيجمعهم هما الاثنين في أعلى درجة علشان يقر عين الآباء والأبناء بأنهم يكونوا مع بعض في منزلة واحدة. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. محمود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازيك حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ربنا يعزك ويبارك فيك. والله احنا مش عارفين نقول اي شيء بعد كلامك الجميل وكلامك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نسالك الدعاء لينا ونتمنى ان احنا نشوفك عندنا حتى ولو في الفيوم. عيني. حاضر ان شاء الله. قريب. ان شاء الله ننتظرك قريبا. قريبا ان شاء الله. تليفون حضرتك؟ ممكن من كنترول ان شاء الله تحت امر حضرتك. ربنا يعزك حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين. اخويا حبيبي تحضرني هنا القصه الجميله. في تليفون تاني؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. معلش بس عايز اسال سؤال. اتفضلي تحت امرك. بس انا حماية متوفي. ربنا يرحمها. حماية متوفي؟ نعم. وبعدين حماتي هي احنا عارفين يعني موضوع ان هي تقعد 4 شهور و10 ايام في ايه؟ في البيت. نعم. نعم. فانا عايزه بس اعرف يعني ممكن تخرج بالليل في الفتره الاخيره من الليل، يعني مثلا الساعه 12 كده يعني. نعم. لو حاطط طرحة على وشها ينفع ولا ما ينفعش؟ معلش يعني. حاضر، السؤال واضح. لو لابسه خمار ينفع؟
هقول لحضرتك حاضر حالا عليا. هو الاصل في الحداد يا جماعه ان المراه بتمكث في البيت الا لشيء ضروري، لضروره لا يمكن الغنى عنها. افترض ان واحده في فتره حداد لا قدر الله مريضه ومحتاجه تروح لطبيبه، فلا بد ان هي تخرج. افترض ان في عندها ظرف قهري، لا بد ان هي تخرج من البيت في هذا الوقت لظرف ما، فلا بد انها تخرج، فتخرج ما فيش مشكله. انما المقصود هنا بالخروج الخروج الذي ليس له ايه ضروره، فهنا ينهى الشارع عن هذه المساله، لان دي فتره حداد. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخ رضا من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ رضا. انا احبك في الله يا شيخ محمود. والله حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. انا يا شيخ محمود انا عايز بس يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ رضا واسمعني من التليفون. مش وطي التلفزيون. اتفضل. طيب اتفضل يا شيخ محمود. ايوه بالله عليك، انا واحد ظلمني، يعني ظلمني واداني الجسم بتاعه. نعم. والحمد لله انا ظهرت الحقيقه يعني وبتاع، فعايزك تكلمني عن الانسان اللي انظلم، يعني ايه يعمل ايه، يعني ايه اللي يعمله. حاضر يا نيه. حاضر. سؤال واضح استاذ رضا، ربنا يبارك فيك. عايز اقول يا جماعه شيء طبيعي جدا ان انتشرت المظالم في الزمن بتاعنا، وكتير جدا من الناس وقعوا في ظلم غيرهم. لكن عايز اقول حاجه يا جماعه، انت ممكن انت من حقك ان انت ترد، ومن حقك ان انت زي ما هو ظلمك مش هقول تظلمه، ان انت تاخد حقك. لكن عايز اقول لك حاجه بقى، النبي عليه الصلاه بيقول ايه؟ وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. خد حقك يوم القيامه، ربنا يكرمك، ما تحاولش تبادل إنسان ظلم. وعايز أهديكوا نصيحة جميلة جدا كنت قرأتها في كتاب صيد الخاطر الإمام ابن الجوزي، إنه بيقول لك لا تجاهر أحدا بالعداء. اوعى في يوم من الأيام تحط نفسك في موقف عداوة مع إنسان، لأن كتير من الناس في الزمن ده عند الخصام ربنا يعافينا فيكم بيفجره. فانت لما تقع مع انسان وتعاديه ويعاديك ربما يفجر هذا الانسان معك. لكن عايز اقول لك حاجه، لما ربنا هيكرمك ان شاء الله وتعفو عن الانسان اللي ظلمك اكيد ربنا هيكرمك ان شاء الله دنيا واخره. ربنا يحفظك استاذ رضا. مين معانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا شيخي؟ يا اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. يا اهلا وسهلا حبيبي الغالي. أنا بس بدي منك خير، لأنه تدعينا الله يرزقنا بالذرية الصالحة. يا رب يرزقكم يا رب بالذرية الصالحة وكل من حرم يا رب العالمين، قولوا آمين. آمين. وتدعينا هيك لزوجتي كمان. ربنا يبارك لك فيها ويبارك لها فيك ويملى بيتكم بالخير والسعادة يا رب العالمين. والله الواحد بظهر الغيب بيدعو ان ربنا يكرم كل المسلمين يا رب العالمين بالخير والسعادة ويملى بيتهم بالفرحة وصدقوني يا جماعة والله طول ما في طاعة في البيت هيكون في سعادة. لما بيكون سبحان الله، شوف لما النبي يقول ايه، ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. لما بيكون في طاعة ربنا بيجمع القلوب، بيحبب الزوج في زوجته، بيحبب الزوجة في زوجها. احد الصالحين كان يقول كلمة حلوة قوي، بيقول كنت ارى اثر ذنوبي في دابتي وامرأتي. لما كنت اذنب كانت الدابة بتاعتي تعورني تخبطني توقعني، والزوجة تستقبلني أسوأ استقبال وتعاملني معاملة وحشة. ولما كنت أطيع ربنا ألاقي الزوجة ما شاء الله معاملة طيبة، والدابة تكون ذلولا وتكون المسألة والدنيا ماشية. معانا اتصال. سلام عليكم. كيدوز، ازي حضرتك فضلت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي حضرتك يا شيخ انا عندي بس تعليق على حاجة على نفس الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله. اتفضلي. دلوقتي انا هو انا كنت عملت ذنب بخصوص ان انا تركت الصلاة فترة. نعم. وانا عارفة ان انا يعني انا سبحان الله ربنا رد لي ده في ان انا ناس كنت بحبهم جدا. نعم. وانه في ساعتها على طول حصلت بيني وبينهم مشاكل. سبحان الله. انا فعلا انا ما يعني انا ما عملتش حاجة، بس يعني انا حاسة زي ما اكون ان انا تركي للصلاة هو اللي اثر على علاقتي بيهم. سبحان الله. نعم صدقت. ففي ساعتها والله يا سيدنا شيخ فعلا في نفس اليوم. سبحان الله. فأنا عايزة أرجع على الأول طبعا الحمد لله بحاول أواظب على الصلاة يعني الله. دلوقتي وعارفة طبعا أن يعني لازم علاقتي بربنا تكون في أعمار دايما بإذن ربنا يكرمك. أنا سعيد بالكلام ده والله يا سيدنا شيخ، بس أنا حاسة أن الناس حتى دول يعني مش راضيين أن هم رغم أن هم عارفين أن أنا ما عملتش حاجة. لا ده أنا عايز أقول لك حاجة جميلة قوي قوي. أقول لك حاجة حلوة قوي. اتفضل. شوف حضرتك قلت إيه،
يعني الإنسان فعلا لما بيقع في ذنب بيحصل حاجتين يا جماعة، بيحصل وحشة بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، وبيحصل في نفس الوقت وحشة بين الإنسان وبين اللي حواليه. لما الإنسان يتصالح مع ربي إن صح القول ويعبد ربنا ويكون مش مقصر ويجتهد في طاعة ربنا، والله الذي لا إله غيره حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن الإنسان يا جماعة لما بيطيع ربنا، ربنا بيزلل له قلوب العباد، بيحبب كل الناس فيه. عايز أقول حاجة كمان حلو قوي، إن الإنسان كل ما يكون قريب من ربنا، ربنا بيخلي الناس تحبه وتكون قريبة منه. وجربوا، عايز أقول حاجة، إن الإنسان لما بيصلي على سبيل المثال صلاة الفجر بالذات، تجد إن هو بيستقبل اليوم ما شاء الله، الناس بتعامله أحسن معاملة، وفي حب وفي ألفة بينه وبين الناس. ولما يغيب عن صلاة الفجر أو يقصر في حق ربنا، تلاقي الناس بتعامله معاملة سيئة بلا سبب، يقول أنا عملت لهم إيه؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنت قصرت في حق ربنا. طيب معانا اتصال، سلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مشكلة شيخ. يا أهلا وسهلا بحضرتك. طيب الاتصال انقطع. فعايز أقول يا جماعة، إن إحنا لو عايزين فعلا الناس كلها تحبنا، خلي علاقتنا وخلي هدفنا الأسمى رضا ربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا يكون قريبين من ربنا. الوقت انتهى ولا في اتصال؟ طب فعلا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا عم الشيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وانت طيب. وانت بالصحه والف سلامه. رحب والله يا احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. ربنا يعز حضرتك. والله سعيد قوي بمكالمه حضرتك ليا يا حضرتك. ربنا يكرمك اخويا ويسعد قلبك. يا شيخ محمود من بالله عليك. ربنا يهديك ويسعد قلبك بلقاء النبي في الجنه ان شاء الله. عليه الصلاه والسلام. ربنا يخليك لينا يا شيخ محمود. الله يخليكوا ليا ويبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير دايما. والله بحبكم في الله وبتقرب لربنا بكل حب، بحبه لكل مسلم على وجه الارض، وربنا يجمعنا دايما على الخير. واحنا لما بنقول الوصايا دي يا جماعه، مش بنقول الوصايا دي على سبيل ان احنا نقول ان احنا بنعلم الناس، لا، ده كلنا مع بعض حبايب وعيله واحده. طب معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يمسك بالخير يا شيخ. يا اهلا وسهلا بحضرتك. جزاك الله خيرا عنا وعن كل المسلمين. الله يبارك فيكم جميعا. شيخ انا هلا بعيش في مرحله خطوبه يعني، والحمد لله رب العالمين. نعم. الامور كلها ممتازه. عاوز اكد على كلامك. نعم. انه يعني اتباع الله سبحانه وتعالى، صلاه الفجر، الالتزام. نعم. بالطاعات. نعم. قراءه القران الكريم والالتزام بالاذكار سبب في الحياه يعني السعاده. نعم. يعني السعاده. نعم. الزوجيه والسعاده في مرحله الخطوبه. نعم. فبارك الله فيك يا شيخ، وعاوز بس اكد على كلامك في هاي الناحيه، وارجو انك تدعو لنا يا شيخ. ربنا يحفظكم ويثبتكم ويبارك فيكم رب العالمين. عايزين يا جماعه نقول هو اسوتنا وقدوتنا في النهايه مين؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا نشوف النبي بيعمل ايه، تعالوا نقرا سيرته صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف بيعمل ايه ونقلده بالحرف الواحد عشان نعيش اسعد حياه، ويبقى بيوتنا اسعد بيوت في العالم، ويبقى الزوج اسعد زوج في العالم، والزوجه اسعد زوجه في العالم، عشان ربنا يجمعنا في الجنه. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا حضره، انا كلمت حضرتك. ربنا يعزك يا رب. الله يخليكي. ادعيلي يا شيخ والله ربنا يشفيك. ربنا يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. قولوا امين. وربنا آمين. ربنا يهديني يا شيخ. وربنا يهديك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. ربنا يحفظك اختي الفاضله. اجمعنا بيك في الجنه ان شاء الله. امين يا رب. وجميع المشاهدين يا رب العالمين، ونفتكر الحلقات ديت ونقعد مع بعض في الجنه، بنقول فاكرين بقى ليله في بيت النبي، فاكرين الليله رقم كذا، الليله دي رقم 33، يا رب تكون الليله رقم 1000 يعني ورقم 2000، وربنا يجمعنا في اخر ليله بقى تكون هي صباح الليله ديت ان شاء الله في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ابو احمد من السعوديه يا شيخ. يا اهلا بحضرتك. نحبكم يا شيخ في الله. احبك الذي احتفظ. الله يجمعنا بكم في الدنيا والاخره. امين يا رب العالمين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. واتمنى يا شيخ ان تزورنا في المملكه. ده عينيا طبعا، حد يقدر ينسى المملكه وحد يقدر ينسى مكه والمدينه؟ ربنا يبارك فيكم جميعا، وقريبا هيكون عندكم ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم. والحقيقه الوقت جري بسرعه سبحان الله، من ساعه ونص لكن الوقت بيجري معاكم بسرعه. اقول ايه يعني؟ اقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نتمنى طبعا نتواصل طول الاسبوع على الايميل ان شاء الله. ويعني ربنا يبارك فيكم، ما تنسوش مواعيد البرنامج الجديده اللي احنا قلناها في عجاله سريعه كده يعني. فربنا يجمعنا واياكم على خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh.